أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية، إن المساواة بين الجنسين ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية، وتبدو الحاجة ملحقة اليوم إلى اعتماد ميثاق عالمي جديد للمساواة بين الجنسين، لا سيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والآثار التي ألقت بظلالها على الجهود الرامية لتنمية التقدم المرتبط بالمساواة وتكافؤ الفرص، بحيث لا تقتصر أهداف الميثاق على معالجة تبعات الجائحة فحسب، بل لوضع قضية تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة في موضعها الصحيح، على رأس أولويات العمل الوطني والدولي عبر إجراءات ملموسة ومؤشرات قابلة للقياس وتطبيق مباشر وفعال، ويتحتم على البرلمانات في هذا الشأن عبر مجالات عملها الرئيسية في التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وإقرار الموازنات المستجيبة والمساهمة في تحقيق الغايات المرجوة. وإن الحاجة التي يفرضها الواقع الراهن يستدل عليها من خلال وقائع وبراهين وشواهد أثبتتها التقارير العالمية المعتبرة، حيث احتوى التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر لهذا العام عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن حالة الطوارئ الصحية العالمية والانكماش الاقتصادي المرتبط بها قد أثر على النساء أكثر من الرجال، مما أعاد فتح بعض الفجوات التي بذلت الجهود لسدها سابقا، وتسجيل تراجع نسبي في مجال تحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجالات متعددة، خاصة في مجال التمكين السياسي. وبالرغم من المساعي لتقليص الفجوة بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية والتقدم البطيء نحو المساواة في الأجور، إلا أن التراجع في وجود المرأة في المناصب القيادية لا زال قائما، حيث تمثل النساء 27 من جميع المناصب الإدارية، فيما توحي المؤشرات الواقعية إن الفجوات الاقتصادية بين الجنسين عالميا أوسع مما تم الإبلاغ عنه. وعلى هذا النحو الاجتماعي، نجد أن التقرير العالمي للحماية الاجتماعية الصادر عن منظمة العمل الدولية يؤكد أنه لا يتلقى سوى 41% من الأمهات اللاتي لديهن أطفال حديثي الولادة إعانات الأمومة، فيما تقع أكثر من 740 مليون امرأة في دائرة الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي في كسب رزقهن وضمن وظائف متدنية الأجر وغير مستقرة دون أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، ما يعيد وصولهن إلى مزايا الضمان الاجتماعي على غرار التأمين ضد البطالة أو معاشات التقاعد. ولمعالجة هذه التحديات ينبغي توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وإعادة التفكير في بناء أنظمة فاعلة تحقق المساواة وتوسع فرص العمل للمرأة، حيث يقع على عاتق البرلمانات المساهمة في إيجاد الحلول المعززة لتحقيق تكافؤ الفرص والامتيازات بين الجنسين وتطوير التشريعات الكفيلة بإزالة كافة الموانع التي تحول دون شغل المرأة للمناصب القيادية في كثير من المؤسسات. وتعد التجارب الناجحة والمثمرة عتبات هامة في سلم الترقي للوصول إلى التطلعات، ولدينا في بلدي في مملكة البحرين تجربة غنية في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، أضع ملامحا منها بين أيديكم ليس للاستعراض، إنما لإتاحة الفرصة للاستفادة من المخرجات المتميزة منها، خصوصا وإن المساواة بين الجنسين يمثل ركنا أساسيا لنهج رسمه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لكافة مؤسسات الدولة، وضمن خطط واضحة واستراتيجيات دقيقة وأطر زمنية أسهمت منذ مطلع الألفية الحالية حتى الآن في عبور المرأة من مرحلة النهوض والتمكين إلى مرحلة التقدم على مختلف الأصعدة، في ظل اهتمام مستمر من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حيث حققت البحرين مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية لقياس تقدم المرأة. وإن من أهم ملامح التجربة البحرينية لتعزيز المساواة تعميم لجان تكافؤ الفرص في المؤسسات الرسمية والأهلية لتحقيق الإدماج المنشود لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل، وذلك بالتنسيق مع مجلس الأعلى للمرأة، حيث شكلت في القطاع الحكومي لوحده 45%
مبيعين اللجنة، فيما كان لمجلسي الشورى والنواب من طبيعة الجهات التي بادرت بتأسيس هذه اللجان. وفي ضمن المبادرات الرائدة التي تبنتها مملكة البحرين إطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، والتي باتت لها نسخة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة تعبيرا عن جدية المملكة في أن تكون عملية تقدم المرأة خاضعة للتخطيط المدروس والاستشراف الاستراتيجي القادر للمتابعة والتقييم لقياس تقدم المرأة محليا ودوليا، إلى جانب ما اعتمدته مملكة البحرين من استحداث مرصد وطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين تناط مسؤوليته بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ويكون مرجعا فيما يتعلق بمتابعة قياس تنافسية مملكة البحرين في مجال المرأة على المستوى الإقليمي والدولي. وإننا ضمن اجتماعاتنا تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي قادرون على الخروج برؤى موحدة وتأسيس نهج يقوم على التنسيق الثنائي والتعاون متعدد الأطراف بما يخدم أهداف شعوبنا ودولنا. وختاما أؤكد أهمية إيلاء المستجدات الراهنة، أهمية متنامية تتناسب مع حجم التحديات المرتبطة بملف المساواة واحترام حقوق المرأة وحث المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته في هذا الإطار، ولا سيما في ظل الأحداث والتطورات الأخيرة في أفغانستان والتي تحتم التأكيد على دعوات الأمم المتحدة في ردوع الممارسات الضارة وحماية النساء من العنف وتمكينهن في كافة حقوقنا المنصوص عليها دولياً.